اقولهم ليلى شو صرتي فهميني؟ الوجع دا يزيد ومصارين دا تتقطع، عبالك تشعشين دا تقصها. دقيقة اشوف الاخ. الله يساعدك اخويا. محمود عبد الرزاق. اهلا وسهلا. تفضل. شكرا شكرا. اهلا وسهلا. العفو، اقدر ادخل زوجتي على الدكتور؟ ترى تتعلم. حاجز؟ اي حاجز. شو اسمها؟ كريمة محمود. كريمة محمود. كريمة محمود. كريمة محمود رقمها 13. السرة الآن واصل إلى رقم 4. أي انتظر. نقدر نضرب السرة والناس في ماكو أسد كله كم واحد وأنا أعتذر منهم. ما يصير. انتبه. ما يصير. صدق على رأسك. اقرأ. صدق على رأسك في عيوني. أبو سراسك ما يصير. من بتعلم ما أقدر. ما أقدر صدق على رأسك. زين يا عم. زين. أي انتظر أخوي. انتظر لأن يجي رحمك. انتظروا أمر من الله. أبو دادي شبيك؟ شو الوجع خالة؟ الله لا يروي لأحد، إهنا بضلوعي. ودعتك هذا بس، لو شاربة شوية دارتي نحار، كان صرتي زينة، ذاك اليوم نفس الشي صار بي. شلون عيني؟ عيني ذاك اليوم رحت للسوق، شفت الناس واقفة سرق، وزة من السرق ومن الوقفة تكسرت رجلي تكسر. وش كانوا يوزعون؟ تردين الصدوق؟ أنا همينة كنت ما أدري إيش كانوا يوزعون. إلا وقفت لي السرة وكل ساعة تجيني راجع وأنا مصبوبة بمكاني صب. من أنا ما شفت قدامي. شنو كان؟ شفت قدامي ديسكو. ديسكو؟ وشنو ديسكو؟ عيني أنا همينة ما كنت أدري شنو الديسكو. إلا فد وحدة شابة بحلك قالت لي خالة هذا ديسكو. تدرين أني ما أعرف شنو ديسكو؟ عجيب ديسكو! الديسكو يخف البنطلون اللماعي القصير الضيق هيك يبرج برج برج وبيش يبيعوا بالسوق بعشر دنانير وبرا بيش يبيعوا بعشرين بخمسة وعشرين بثلاثين بخمسة وثلاثين روح للأربعين دينار ايه اقول دادا لهيتيني بيه ساعتك هسه بالأربع إلا ربع دادا بالأربعة ونص راح يوزعون فد وجبة نفاني في صيفية تخبل أقوم أروح وبعدين أرجع مرتبلك للدكتور أقول أكو شي يسوى تقول يسوى بيش النفاني في الصيفية اللي تخبل بيش بعشر دنانير بيش برا يبيعوها بأربعين بخمسة واربعين بخمسين بخمسة وخمسين ايه دادا أفضل يمش العافية أقوم أروح الله يعافيك عيني انا بغايه الحمد لله انا رايحه للسوق أيه. ودي بالك على السرايا زين عيني صار بس لا تنسين القواري قواري استكانات كل شيء اجيب لك نكلم عليك مع السلامه عيوني يا هلا يبين طبتي وكل شيء ماكو صرت كل الزينه ابو ليلى اقول بكي روح للسوق شوف شكو ماكو والدكتور والالم والكشفيه يا معود هذا برد ويروح دمشي اروح بعدين ارجع للدكتور مو اخاف عليك ام ليلى اخاف عليك هاي من اسمع بالسوق ما تخاف علي صوتي انا انطيت الكشفيه مقدمه لو ادري من الاول منطيها للمرض بعد يمك هواي احسن بلا راح وبعدين شلون اسوي نروح بعدين انا احكي لك روحي ايه ابو مي شلونك والله الحمد لله هاي وين كنت البارحه طول النهار ننتظرك قلت اجازه زمنيه ساعتين، الساعتين صارت اربعه والاربعه صارت سته، وين كنت؟ حقيقه امبارحه كان عندي مراجعه بغير دائره وعلى مود توقيع بقيت النهار كله مو الصبح الله يسعدك مرحبا يا اهلا وسهلا اهلا العفو جيت اريد انظف اسنوني العفو ايه ما بيها شيء العفو وين اروح؟ العفو لا تروح العفو ليش؟ لانه الصاله مال جهاز تنظيف الاسنان ما موجوده بالجهاز ما موجوده وين راحت وش اسوي هسه انا العفو كل شيء لاسويه لا عاد شلون هسه يعني تقدر تجينا بعد 3 اشهر ها بعد 3 اشهر ما يخالف بس يعني اذا اجي بعد 3 اشهر اجي واني مطمئن بان الصنده موجوده طبعا العفو الف شكر هلا ايه زين انا احكي لك البارحه صار وهم رحت بعد 3 اشهر عفو مرحبا اهلا وسهلا العفو اختنا جيت قبل 3 اشهر حتى انظف اسنوني حضرتك قلت لي روح تعال بعد 3 اشهر فانا رحت حسبت 3 اشهر وجيت ولوقت جيت العفو حتى انظف اسنوني اذا ما صير زحمه لا هالمره راح تصير زحمه العفو ليش لانه
جهاز تنظيف الاسنان. ادري ادري، ما بيصون دمو؟ لا هالمره غير شكل. هالمره بيصون دمو الجهاز ما لا عيني، الجهاز عاطل. وش عطله؟ وليش مدريني؟ زين وهسه شلون؟ اخي تقدر تجينا بعد 3 اشهر. زين ليش بعد 3 اشهر يعني؟ ها شنو؟ يغير حتى يصلحوا الجهاز. زين صلحوه فدوى. وبعدها؟ فدوى لله، شلون بطران؟ صلحوا الجهاز. عبالك بسرعه هو راح يصلح الجهاز. وهم رحت بعد 3 اشهر ومحضر سنوني حتى انظفها، وهم لقيت الجهاز عاطل. وهم رحت بعد 3 اشهر وبالضبط في 20/12/83 وشوفوا شنو اللي صار. اي اغليت بالنسبه للبلوز الحكتي خلاص؟ لا بقى شويه منها ان شاء الله. يعني جهازك شلون؟ مرحبا. اوه هاي هم انت، اني دروحي تفضلي، انا جايه وراك تفضلي. العفو مرحبا. هلا. العفو انا جيت حتى انظف سنوني وسنوني حاضره للتنظيف. شوفي عيني تقدر تقابل المدير. العفو وين؟ موجوده بغرفتك. شكرا. نعم مرحبا استاذ. اهلا وسهلا يا مرحبا. عفوا استاذ اذا تسمح لي، انا جيت في بدايه شهر الواحد من عام 1983 حتى انظف سنوني. نعم. كل مره اجي الاخت اللي برا تقول لي تعال بعد 3 اشهر، وكل مره اجي تقول لي تعال بعد 3 اشهر، تعال بعد 3 اشهر. نعم. فهسه احنا مثل ما تعرف حضرتك في 20/12/1983، ففهموني ايش وقت انظف سنوني؟ هسه احنا تنظيف ما عدنا. العفو يعني شنو؟ يعني التنظيف اللغة. العفو هم يعني شنو؟ يعني بس قلع. استاذ الله يخليك، سنه مراجعات ثاني متى تقولي لي بس قلع؟ شو تسوي هذا اللي صار؟ طيب شكرا استاذ. اهلا وسهلا. العفو استاذ اذا تسمح لي. نعم. حتى لا تروح مراجعات ببلاش انا قررت. ايش قررت؟ اشلع لي فت 5 سنون على الواهس. تحت مرض مرضي. يلا هذا احسن خيار. عليك اريده مثل مال العلاوي. الله يساعدك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عيوني. نعم. هاي قطعه قماش واريد قاتله ولادي. هاي الي تدلل حبك الله. ايوه اخ بس قطعه قماش هاي وقماشهم جيد جدا يبين. انا من شفت الولد قلت راح افصل له قطعه قماش يعني بدله ما معقوله يشار لها بالبنان. شكرا. اريدها يابا اريدها اني سراوين. صار بس ما قلت لي. يا سلام شلون ذوق عندك؟ هاي النقط الموجوده بالقماش تدلل على انه انت عندك ذوق. شكرا. رفيع جدا. شكرا. اريد فيها 6 جيوب. رجاء اذا ممكن ايش قد كلفتك القطعه؟ هاي 30 دينار. لا اي والله اريد فيها 30 دقمه. بلاش 30 دقمه. صار 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 راح اسوي له بدله خليك تتعجب فيها. العفو. نعم. بس ما قلت لي سعر الخياطه ايش قد. ها اي والله انت تريد بالقاط يلق لو بدون يلق؟ يلق تريد يلق؟ اي اريد يلق. دقيقه اريد يلق. نزع ستبتك. اريد يلق. ليش ينزع؟ ليش ينزع؟ انا وليدي واعرفه. انا كل ما افصل لقاط منه يسوي ضيق اليلق ماكو ياثر. انا لا تدغدغني لا تدغدغني يا عبد. مين منا يلقاك منا؟ اي دكتور هاي من هاي الصفحه. يا دكتور يا بلا يلك الك والخاطرك وجيتك عزيزه علينا واريد اسوي لك معاميل 70 دينار. 70 دينار؟ طبعا راح اسوي له بدله يصير بيها فرجه للناس. شلون يعني؟ يعني قصدي اقول يعني اذا يشوفون الناس بيها يتعجبون عليها. يعني فلوس القماش 30 دينار وفلوس الخياطه 70 دينار. اقول عيوني؟ قول عيني. قلت فلوس الخياطه 70 دينار مو؟ نعم. وهاي سعرها 30. نعم. اخذها وتطلبني 40. ما دافتهم. انا فهمك انت سامع ابو المثل اللي يقول. شي يقول؟ البطانه اغلى من الوجه. اريد الله يبين حبتي بيوم. كوني بموظف الروتين البحث اكبر معاملة افليها تفلي اوديها بدرب ما حد يدل وين، وهذا طبعا كله بفضل الحرف ميم. يا ميم يا توت وضح لي اياها رجاءً بالله. الحرف ميم يا صديقي العزيز يخلصني من كل المآزق، يخلصني من كل المشاكل، سندي في عملي. الحرف ميم فادني بكل حياتي وما خلاني اتعاقب عقوبة خشنة. ايش تقصد بميم؟ الميم يا صديقي اذا سألوك بالدائرة هنا
وأثناء المراجعات والشغلات استعمل الحرف مين. كل مرة أقول ما أدري، معاملة ما تمشي، ما ترهم، مريض، مجاز، ما أقدر، ما أجي، متأخر، شو تشوف غلط، ما عليك، ما تسمع، ما تشوف. وكل هذا بفضل حرف ميم، والميم راح يخليك تعيش سليم ما حد يمك. وأني لحبدي بأول الميمات. ابدي حبيبي، بين عليك الميم. أنت المفروض طيلة هذه الفترة أنت أصلا ما تبقى بالدائرة. الله يخليك. أنت مصيبة، أنت مغفة، أنت ما متطور. وأني لا يمكن لا يمكن أن أتوالم وياك يا ما متطور. قل لي يا حلو من